بشعار الوطن العلمي. الأستاذ حسن حجيج أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، رئيس جمعية دار الأطفال الوفاء فاس. جمعية دار الأطفال اليوم تخلد ذكرى 24 تربع صاحب الجلالة على عرش أسلاف المنعمين، وهي كذلك تتزامن مع نهاية السنة الدراسية. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من التلاميذ ومن الطلبة اللي حازوا على الشواهد ديالهم، طلبة وتلاميذ خلاص ديال التعليم الخصوصي والتعليم العمومي الذين حصلوا على المراتب الأولى على مستوى المدارس ديالهم، وكذلك توزيع الدبلومات على الخريجين ديال المعهد الملكي التقني المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات بقنيطرة. 22 مستفيد غادي تلتحق بالضيعات ديال تربية الدواجين في مختلف التخصصات وفي مختلف الأجهزة اللي كيشتغلوا فيها. كانت مناسبة كذلك باش يحتفلوا الإخوان اللي كينتميوا لمؤسسة دار الأطفال الوفاء بالأخ ديالهم اللي حصل هذه السنة على البكالوريا، وكان مرشح واحد اللي عندنا في البكالوريا هذه السنة هذه وتمكن على الحصول ديالها، وغادي تفتح أمامه آفاق كذلك ديال يعني البحث العلمي أو ديال الدخول في المجال ديال المهني وتحقيق ذاته كمواطن كامل المواطنة في هذا البلد. الاحتفال اللي كيميزوه هو أنه احتفال داخلي، بمعنى احتفال المستفيدين بالمستفيدين أنفسهم، لأنهم عندنا فرق موسيقية، فرقة نحاسية، فرقة عيساوية، وكان كذلك لوحات تعبيرية، وكل فقرات نشطوها أطفال ديال المؤسسة للتعبير على الفرح ديالهم، وكذلك لإظهار يعني ما وصلوا إليه من معرفة ومن تقنيات فيما يخص المجالات اللي انفتحوا عليها في الموسيقى وفي التعبير الجسدي. بطبيعة الحال هذا النشاط ما كانش يكون بلا الدعم ديال المجموعة ديال المحسنين وديال الدعم المتواصل والاستراتيجي ديال الموسيقية الجهوية ديال التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقسم الاجتماعي ديال عمالة فاس، وكذلك السيد الوالي الذي يسهر على أن تتطور هذه المؤسسة وأن تقدم خدمات يعني لصالح هذه الأطفال وهذه النزلاء، وكذلك السيد العمدة الذي ما فتئ يساهم معنا ويدعمنا في كل الأنشطة وفي كل الأشياء التي نطلبها منه شخصيا، كالمسبح البلدي الذي يعني قدم بالمجان للمستفيدين، وكذلك يعني سهره على أن نحصل على هذه القاعة الجميلة في الجماعة، وكل ما يتطلب الحفل من حاجيات من أجل إنجازه وإنجاحه. شكرا السيد الوالي، شكرا السيد العمدة، شكرا السيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني، شكرا السيد رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة فاس، وشكرا للمحسنين الذين يساعدون دائما، وشكرا لكل الجمعيات وكل من دعمنا، ولقاؤنا يتجدد قريبا إن شاء الله. السلام عليكم، اسم ديالي عبد الفتاح الدباغ،
مستفيد في ونازل في المؤسسه ديال دار الوفاء. كيف ما كتشوف المؤسسه ديالي فرحت ليا لانني شديت البكالوريا ديالها، وكنت كنت الشخص الوحيد اللي انا اللي هذا العام عنده الباك اكيد. وكيف ما قلت لك انا هنايا باش نثبت لبزاف الناس ولبزاف يعني اي واحد كيقول بان الدراري الخيريه ولا تيقول ان الدراري ديال لي زاسوسياسيون تيكونوا خايبين واننا حنا خايبين واننا حنا ما كتكونش منا حتى شي حاجه. انا هنا باش نغير الصوره ديال اي واحد هنا، باش نغير الصوره ديال داك الصوره ديال داك ان الدراري ديال الخيريه ديال دار الوفاء انهم خايبين وانهم يعني ناس ما عمرهم غيوصلوا وناس. انا هنا باش نقول لك انا باش نقول لكم بان عندي دراري، عندنا خوتنا كاين اللي داير هندسه زراعيه في مكناس، كاين اللي كيقرا، كاين اللي راه في طنجه داير لامارين، كاين اللي راه في محكمه خدام اكيد. يعني الحمد لله عندنا ناس تبارك الله دي كادر وهما ولاد الخيريه الحمد لله. يعني ومازال انا نزيد نثبت لكم ان شاء الله وتسمعوا الصيت ديال ولاد الخيريه شنو كيسواو ان شاء الله. والحمد لله تفوقت وشديت الباك ديالي، وكنشكر كاع الناس اللي زعما كيوقفوا معنا وكيساندونا واخا حتى ولو بكلمه طيبه ولو غير بانجاز بسيط. بصراحه الله تنتمنى والله اهم شيء واللي بغيت انا نوصله يعني نوصل اي مشاهد ولا اي واحد، راه بصح راه ماشي كلشي خايب، ماشي كلشي ما مزيانش، راه كاين اللي مزيان وكاين الخايب. كيف ما نتوما عايشين في واحد الارض فيها الخايب وفيها المزيان، حتى الخيريات فيهم المزيان وفيهم الخايب. اصلا الخيريه راه كتواجد فين انت ساكن بطبيعه الحال. وكنتمنى تفهم وكنتمنى الميساج يعني يكون وصل لكم نيشان بطريقه مباشره. انا اسمي سي حفيظ الرادي، قاتل بالدار الخيريه بفاس نرجس. اول حاجه واخدين نظره على الخيريه كخايبه ولا خايبه، اول حاجه الخيريه ماشي خايبه لحقاش انا كنسكن فيها، ومايسترو ديال الفرقه الموسيقيه كنسير الفرقه. لا ما كنلقى مع حتى شي مشكل مع الجروب. الاجواء مزيانه غير هما الناس واخدين نظره على الخيريه خايبه. فاللي نقول لهم ما تاخذوش نظره على الخيبه، لاقاش دخلوا وشوفوها كيف دايره وكي دايره الاجواء تما. كنسير 12 لواحد بي انا 13. اولا كنستعملوا في العزف عندنا كيس كلير والطروا والترومبيت، وكنستخدموا هاد الالات هاد بعض المرات في العراسات وفي السبوع ولا في شي استقبالات ولا في الحفلات. كنخدموا قبل على براد الخيريه. اول حاجه الخيريه زوينه، انا ساكن هادي 18 عام تما، حاس براسي مزيان. وتا الا من هنا الفوق قالوا له زيد تبقى معنا، نبقى معاهم ان شاء الله. عندي 18 عام في الخيريه وما بغيتش نخرج نضيع راسي في الكارو ولا في شي حاجه واحده اخرى. نقدت راسي الحمد لله وقلت ندخل الدومين ديال الموسيقى وعيساوة، لقاش هو باش ناكل طريف الخبز ولا شي حاجه وعايش بخير الحمد لله. السلام عليكم، انا اسمي نازل المريني من جمعيه دار الوفاء. تنشكر جميع الناس اللي حاضرين في هذه جامعه فاس مكناس. تنشكر السيد الرئيس لجمعيه دار الوفاء. احنا علاش جينا لهنايا باش نحتفلوا بالمتفوقين. انا الدور ديالي هو باش نجود تجويد القران الكريم. بغيناكم نعبروا حنا على جمعيه دار الوفاء، حيت كاين اللي خايب واللي ما خايبش، واللي خايب الله يعفو عليه واللي مزيان الله يخليها كدائما. وتشكر الطاقم الاداري ديالنا كلهم، وتشكر امينه بوعبيد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.